السلام عليكم، معكم يزيد وحلقة جديدة. الكتاب ديال الحلقة هذه سينيكا اون ذا شورتنس اوف لايف، من احسن الكتب عندي. وسينيكا من احسن الفلاسفة عندي، اون ذا شورتنس اوف لايف احسن الكتب ديال سينيكا بالنسبة ليا. فريمون واحد الفيلسوف اللي عميق بزاف، وانا باقي عاقل قرينا فلسفة في الليسي، و فريمون جيتي فريمون با انتريسي. علاش؟ حيت كان داكشي كانوا تيقريونا ما كانش كان ضروف شي حوايج، شي دي نوسيون لي ابستراكت، داكشي ما باينش، ماشي حاجه لي براكتيكال، ماشي حاجه لي ممكن تفعلها في الحياه الشخصيه ديالنا. علما انه قرينا على ارسطوطل، قرينا شوبنهاور، قرينا بزاف ديال الفلاسفه، ولكن الفلسفه اللي ما ماشي فلسفه اللي براكتيكال اللي ممكن نستعملوها. سينيكا كرا دزت سنين على باش مات سينيكا، والكتاب هذا في المعلومات اللي فيه، البراكتيكال تيبس اللي فيه، بحال الا سينيكا كان عايش معنا في هذا العصر هذا. فريمون زعما هي ستود دو تيست اوف تايم. الكتاب هذا ممكن يقرا اي واحد في الماضي او المستقبل، ومن بعد حتى في الحاضر وحتى في المستقبل، حتى واحد حيت دوزو عاوتاني واحد 500 سنه واحد اخر، ويجي واحد يقرا الكتاب هذا ينفعو الكتاب هذا. فريمون ما كان عمري كنت نسحب راسي غادي نكون انتريسي بالدومين ديال الفلسفه، حتى قريت سينيكا، ومع قريت سينيكا قريت بزاف الكتب ديال سينيكا. بغيت هو قلت بان اون ذا شورتنس اوف لايف احسن كتاب عندي ديال سينيكا، لا، احسن كتاب عندي ديال سينيكا هو ليترز تو لوسيليوس، واحد الرسائل كتبها من صاحبه. ودونك كاين سينيكا، كاين ايبيكتيتوس تا هو فيلسوف واعر، وكاين بيان سور ماركوس ايروليوس. هاد ثلاثة بهم، ثلاثة ديال الفلاسفة أصلا كينتميو لواحد التيار اللي هو الثوتيسيزم، اللي هو واحد التيار ديال الفلسفة، اللي هو ضد ديال التيار إبيكوريان. واحد المرأة ويلدرانت المؤرخ قال لهم nations are born stoic and dies Epicurean. بما غادي ندخل في هذا الموضوع هذا، علاش الكتاب هذا، بالنسبه لي من احسن الكتب. غير مكتبة الفلسفة خاصكم تقراو، من ندوز مثلا، حيت فات اي جمله، اي صفحه حليتيها في هذا الكتاب هذا فيها شي عبره. بحال مثلا انا حليت الصفحه الاولى، it is not that we have short time to live but that we waste a lot of it. ماشي عندنا واحد الحياه اللي قصيره، ولكن كنضيعوا بزاف ديالها. life is long enough and sufficiently a generous amount has been given to us for the highest achievements if it were all well invested. لما رمشي الحياة لخسارة، تعطانا واحد القدر ديال الحياة اللي إلا انفستيناه مزيان نحققو the highest achievements. وبيان سور هادشي صحيح. علاش؟ حيت كنشوفو حيت البرهان هو أنه كاين شحال من واحد في التاريخ اللي حقق the highest achievements. بحال مثلا الى ماسك يطلع بغى يمشي للفضاء، بحال مثلا في محمد علي في البوكس، بحال مثلا غاندي جرى الاستعمار البريطاني، مثلا كاع الحياه ديال كاع الرسل اللي مثلا لحد الان مازال الايديولوجي ديالهم، مثلا البودا مازال الايديولوجي ديالو لحد الان مازال كاينه. مثلا واحد الاشخاص اللي حققوا الهايس اتشيفمنتس في جميع المجالات، مثلا خبيب اللي عمرو خسر. دونك كلهم تعطات لهم واحد نفس القدر ديال الحياه اللي تعطات تقريبا جميع البشريه، ولكن هما قال لك انا خليها، قال لك الا استمرناها بطريقه مزيانه. هذه الصفحه الاولى. نقلب للصفحه الثانيه. قال لي it is a small part of life we really live. يعني واحد الحياة، واحد الجزء صغير ديال الحياة اللي فريمون تنعيشوه. قال indeed all the rest is not life but merely time. يعني واحد الجزء صغير ديال الحياة اللي فريمون تنعيشوه، داكشي الاخر كامل تقريبا هي الوقت كيدوز. وقال لهم راه ما حيتشوفوا شي راجل كبير بالحياة بيضاء، اولا راه ماشي سافي با تاكو، it's a wise man. يعني ماشي بالضروره انه الرجل حكيم، حيت راه ماشي بالضروره ان يكون عاش بزاف، ولكن اكزيستا واحد المده طويله.
هتقول لهم راه كاين فرق ما بين انك ان تعيش اكسبيرينس وتكون موجود تكون عيد تو اكزيست. يعني بالنسبه لي كاين فرق كبير. واغلبيه قالك راه ما تعيشوش حياتهم غير تسميرلي باسيف تايم، يعني حيت الوقت ديالهم غادي كيدوز واحد نهار مورا نهار مورا نهار مورا نهار. ومن بعد كيدير علاش كيدير على زعما علاش غادي يصحى الصحه الرابعه وثاني. قال لهم مان دو نوت ليت اني ون سيز ذير استيتس اند اف ذير از ا سلايس ديسبوت اباوت ذير باوندريز ذا رش تو ستونز اند ارمز. قال لك الانسان ما تخليش واحد يقرب له من العقار ديالو من الارض ديالو، ولا شي واحد يقرب ليه يمشي كيجري ياخذ حجره ولا الاسلحه. الكي ويل فايند نو وان ويلين تو شير اوت هيز ماني. ما عمرك تلقى شي واحد مستعد انه يبارطاجي معك الفلوس ديالو. But how many does each of us divide up his life? People are frugal in guarding their personal property, but as soon as it comes to squandering time, they are most wasteful of the one thing in which it is right to be stingy. هذا شخص قال لك شحال ما عمرك تلقى شي واحد مستعد انه يبارطاجي الفلوس مع الناس، ولكن حيت كتجي الحاجه الوحيده اللي هي ثمينه اللي عندك حق you have the right to be stingy، يعني عندك حق انك تكون تقرا فيها. شحال من واحد تولي سخي واللي شنو هي الوقت. شحال من واحد مثلا تجي تقول له عطيني 50 درهم يقول لها مثلا يكسر بحالك، ولكن تجي عنده ثاني تجي عنده وتقول له اجي نمشيو نتقهوى واحد 4 سوايع يتقهوى معك، يعني مستعد انه يدير 4 سوايع الحياه ديالو ولكن مستعدش انه يعطيك 50 درهم. هذه الفكره اللي بغي يوصل، يعني قلت علمان بانه قلت الحاجه الوحيده you have the right to be stingy about هي الفلوس، هي الوقت. الوقت هي الحاجه الوحيده اللي عندك الحق واللي خاصك تكون تقرا فيها. هلا مثلا جالس في شي مجمع حسيتي براسك كتضيع الوقت، شنو دير؟ تنوض تمشي بحالك، مشيتي شي مثلا شي حفله ولا شي سواري الناس اللي كانوا تما سون با انتيريسون، شنو دير؟ تنوض تمشي بحالك. جلستي تفرجتي شي فيلم بديتي الفيلم ما عجبكش الفيلم حبس الفيلم ودير حاجه اخرى. وفي الاخر بدا تيقول زعما شنو هما بلاد فين كيضيع الوقت ديالو. وقال لهم زعما but among the worst offenders I count those who spend all their time in drinking and lust. زعما بنادم كيضيع الوقت بزاف ديال الحوايج، ولكن اسوء حاجه بنادم كيضيع فيها الوقت هي drinking and lust، يعني من ديما سكران وديما تابع الشهوات ديالو. قالك هذوك هما هذيك اسوء مضيعه ديال الوقت. وعاد بعد كذا تم على شنو بنادم شنو ممكن يدير، زعما شنو هو احسن استثمار للوقت. ما علمتوش حيت كنت قريته في الكيندل، وفي الكيندل عندي انا كله معلم. يعني واحد البارتي في الاول تهضر على زعما دونك قلنا الانسان كيضيع بزاف ديال الوقت، ولكن شنو خاص تيضيع بزاف من ديال الوقت في الحياه ديالو، ولكن شنو خاصنا نديرو. قال لهم دو ستاديز اوف زعما نقراو على مثلا زينو بيتاغور ديموكريتوس ارسطوطل. زعما قال شنو احسن استثمار ممكن بالوقت ديالنا هي ان نقراو على الناس الناجحين اللي سبقونا. وعطى الامثله هادو قال لك نان اوف ذيس ويل فورس يو تو داي بات اول وي تيتش يو هاو تو داي. هذا عمر شي واحد من هادو يغدي يجبرك انك تموت، ولكن كلهم يعلموك كيف دير تموت. نان اوف ذيس زعما شنو بغي يقول زعما ويل تيتش يو هاو تو داي، يعني تعيش واحد الطريقه اللي تو ليف فولي، يعني تعيش بواحد الطريقه حياتك كل تو فريمون فيغ حيت تجي الاخر ديال الحياه ديالك ما عندكش مشكل. None of them will exhaust your years but each will contribute his years to yours. هاد الشيء حاجه زوينه. حتى واحد من هادو مع هاد العظماء هادو اللي قلت قبيلات ما يضيع لك حياتك، ولكن شنو غادي يديروا؟ يزيدوا الحياه ديالهم على الحياه ديالك، يعني الخبرات ديالهم تزيدهم على الخبرات ديالك. دونك زعما شنو تيقول زعما راه وبيضه وفي الاخر تيقول زعما ولكن شحال من واحد غادي يقول فينا نلقى بيداغور فينا نلقى ارسطوطل فينا نلقى هاد الناس الناجحين. قال لهم في الكتوبه، قال لهم تجمع في المكتبات غادي تلقى الحياه ديال كاع هاد الناس الناجحين.
Like we are in the habit of saying that it is not in our power to choose the parents who we are allotted to us. عرفت ديما تنقولوا بان راه شحال واحد مثلا اللي عنده شي اللي عنده والديه ما كيشجعوش ماشي والدين زعما اللي ما مزيانينش شحال واحد تيقول راه ما كانش عندي القدره انني نختار والدي ولا واش نجي يقول قالت لا علاش حيت ممكن تمشي للمكتبه وتقرا على الناس ناجحين واعتبر راسك ولد هاد الناس ناجحين اللي هو بيتاغور ارسطوطل جايز بغيت نطوي عليكم فريمون سينيكا من احسن الفلاسفه ونحاول ندير عليك اخلاقي واحد اخرين